أنا عايزة أروح لكابتن أسامة حسني زميلنا طبعا والمتواجد النهاردة في هذا الحدث الضخم وبيعيش لحظة التتويج عن قرب ويشرحها لنا أكتر. أهلا بيك يا كابتن أسامة. أهلا بيك، تحياتي لك يا أستاذة سهام، وتحياتي للكابتن هاني رمزي وضيوفكم الكابتن محمد عامر والكابتن شريف عبد المنعم. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك. قول لي بقى النهاردة اللحظة دي أنت عشتها من بدايتها وعن قرب، سجلت إيه، صورت إيه بعينك النهاردة؟ يعني دي لحظة من أحلى اللحظات. الواحد من يوم ما دخل النادي الأهلي وهو لاعب، فالنهاردة بيعيشها وهو يعني مشجع من جمهور النادي الأهلي. لحظة حلوة احتفالية رائعة النهاردة. لكن قبل ما نتكلم عن الاحتفالية بنشكر طبعا دولة الإمارات الشقيقة، يعني تعاون مثمر على مدار التاريخ وعلاقات جيدة بين مصر والإمارات، علاقات فيها حب وتعاون وأخاء على مدار السنوات ومدار التاريخ. معلش بدون قطع يعني كلامك يا كابتن أسامة، وانت بتتكلم مش عارفة يعني بتشوف قناة الأهلي ولا لا؟ عندكم طبعا دلوقتي عندكم يعني الساعة 2:30 تقريبا. دلوقتي احنا بنعرض طبعا لقطات خاصة، دي خاصة بقناة النادي الأهلي يا جماعة. اللحظات دي لحظة وصول كابتن محمود الخطيب لبرج خليفة، طبعا الحفل ده كان يعني العالم كله بيتابعه، كان محط أنظار العالم كله. دي لحظات وصور أو فيديوهات خاصة بقناة النادي الأهلي، لحظات خاصة جدا كانت لازم تتصور يا كابتن أسامة. اتفضل كمل. عشان كده بقول لكل جمهور النادي الأهلي يعني تابعوا القناة، هتلاقوا في جديد في الحفل انتوا ما شفتوش. أيوة. في كاميرا خاصه هناك بقناه النادي الاهلي بتصور كواليس وحصريات، تابعوا القناه وهتشوفوها ان شاء الله كلها موجوده على القناه. لكن قبل ما اتكلم عن الحفل عايز طبعا اشكر دوله الامارات، علاقات ممتده على مدار التاريخ. يعني تحيه من مصر واهلها، الاهلي زاد الخير وابناء زاد الخير. لما تمشي في الامارات هنا بتحس فعلا بالعلاقات، الحب والاحترام والترحاب الكبيره جدا بين مصر والامارات، يعني ربنا يديمها محبه يعني. طبعا احنا تابعنا كلنا جلوب سكر، مؤسسه كبيره بتختار الافضل. الاستفتاء كان 60% للنقاد و40% للجمهور. طبعا زي ما تابعنا وشفنا النادي الاهلي نال نادي القرن الافريقي والاكثر تتويجا في الشرق الاوسط. نعم. ده شيء يعني يدعو للفخر، يدعو قبل الاهلاويه المصريين كلهم ان النادي الاهلي موجود في هذا الاحتفال الكبير اللي فيه نجوم عالميين. النهارده الاحتفال ما شاء الله شيء يعني مش هنقول رائع، اكثر من رائع. النهارده شفنا نجوم عالميين موجودين النهارده، كريستيانو رونالدو، ليفاندوفسكي، كاسياس، بيكيه، انفنتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وكان طبعا على راس الحضور الشيخ منصور ابن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي. استقبال رائع النهارده، حفل اكثر من رائع. النهارده النادي الاهلي يكون موجود في وسط الانديه العالميه، ريال مدريد، برشلونه، بايرن ميونخ، كل الانديه العالميه دي شيء يدعو للفخر. طبعا النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي موجود النهارده باسم المنظومه الاهلاويه كلها وباسم جماهير النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي، هو اللي بيتسلم الجائزه. دي برضه رساله. هو كمان يا اسامه خلينا نتكلم، يعني كمان هو اكيد في رساله، لكن كمان هو سفير لمصر. ونقطه قالها الكابتن محمد عامر ان الكابتن محمود الخطيب اللي شايفينه قدامنا على الشاشه دلوقتي هو اولا سفير للنادي الاهلي وسفير لاسم مصر، لان اسم مصر اكيد اتردد بشكل كبير جدا جدا، وده كمان احنا حريصين ان احنا نقوله. يعني النادي الاهلي ما يمثلش نفسه لكن بيمثل مصر. يعني الجائزه النهارده مش الاهلاويه بس، النهارده يدعو للفخر للمصريين كلهم. متمثل النهارده في النادي الاهلي بكيان النادي الاهلي بمنظومه النادي الاهلي، وعلى راس المنظومه الاهلاويه وراس منظومه مصر الكابتن محمود الخطيب بيمثل النهارده في تسليم الجائزه. النهارده شيء رائع. رساله برضو اللي كنت عايز اقولها يعني من خلالك يا كابتن هاني، ان الكابتن محمود الخطيب وطبعا هو على راس مجلس اداره النادي الاهلي، الناس اشتغلت على مدار 3 سنين بحب إخلاص، استحملوا كتير، استحملوا خلال الفترة اللي فاتت ما لا يتحمله بشر. كان بيشتغلوا في صمت دايما، كل همهم النادي الأهلي، ازاي يكبروا اسم النادي الأهلي، يعلوا اسم النادي الأهلي من خلال الإنشاءات، من خلال الوعود اللي وعدوها للناس كلها، جماعة العمومية وشغالين فيها، وعملوا أكتر كمان من الوعود
او من خلال كل الالعاب وفريق كره القدم اللي الحمد لله ربنا بيتوج مجهوده السنه دي بثلاث بطولات غاليين جدا الثلاثيه زي ما بيقولوا. وفي النهايه ربنا يعني بيرسم الفرحه بقى يعني عشان ده يعني اللي بيصبر وبيتعب. وحب الناس يا كابتن اسامه وحب الناس، واحنا دلوقتي بنعرض دلوقتي مشاهد طبعا دخول الكابتن محمود وهو بيصور مع قناه ابو ظبي الرياضيه ودخل على السيت اب اللي معمول اللي فيه زميلنا طبعا المحلل الرياضي الكبير خالد بيومي اللي كان معانا على التليفون من شويه. قد ايه حب الناس، الناس نسيت الكورونا اصلا واللي خدوا بالحضن واللي بيتصور سيلفي يعني وبيقرب قوي يا كابتن محمد بتضحك يعني الناس نسيت والله الكورونا وحياه ربنا في يعني المشاهد دي. لا اسم النادي الاهلي كمان هنا في الامارات وفي يعني كبير، النادي الاهلي ليه شعبيه كبيره جدا هنا في الامارات وخاصه كمان في دبي عشان احنا موجودين في دبي، فانت لما تمشي في اي مكان شوفي استقبال الناس كلهم طبعا سواء المصريين او الاهلاويه. فالنهارده كان ما شاء الله احتفال رائع رائع رائع، وعلشان كده بقول لكل جماهير الاهلي خلوكم مع قناه الاهلي هتشوفوا جديد من خلال الحفل والكواليس والانفرادات اللي انتم ما شفتوهوش بقى كان على قناه ابو ظبي هتشوفوه على قناه الاهلي بشكل جديد ان شاء الله. أكيد. ان شاء الله. بينك وبين كابتن محمود قال لك ايه بعد ما الحفله خلصت؟ لا والله هو يعني ما قالش حاجه. ما قالش حاجه برضه ما قالش حاجه؟ لا هو خليها يا اسامه الكابتن يعني الكابتن الكابتن يا كابتن، لكن هاخد من كلامك يا اسامه ان انا بايدك تماما وهنناقش ده مع طبعا كابتننا الكبار ان تمسك الكابتن محمود الخطيب بمبادئ النادي الاهلي خلال يمكن السنتين اللي فاتوا هو بيجني ثماره دلوقتي من خلال وجوده في الصوره اللي احنا شايفينها من خلال الثلاثيه التاريخيه، وده بياكد اسامه دايما ان يعني لا يصح الا صحيح، ودي مبادئ النادي الاهلي واخلاق النادي الاهلي، ودايما حتى لو الناس هتزهق من كلامي لكن دوت اللي اتعودنا واللي اتربينا عليه يعني. ودي الرساله المهمه اللي لازم توصل للناس كلها، مهما تعرضت لحروب او انتقادات او ناس عايزه تكسر فيك دايما انت اشتغل، خليك مؤمن بربنا سبحانه وتعالى، اشتغل اخلص في عملك، وهو ده اللي عمله يعني مجلس اداره النادي الاهلي خلال الثلاث سنوات. زي ما بقول لحضرتك برضه حاجه كل ما وعد به مجلس اداره النادي الاهلي بيتحقق دلوقتي في كل فروع النادي الاهلي. فريق الكوره ما شاء الله دلوقتي عندك فريق بينافس على كل البطولات، وصل كمان كاس عالم انديه، عندك في العاب الصالات والالعاب الجماعيه ما شاء الله النادي الاهلي حاجه مشرفه. فعشان كده لازم الختام يكون بالشكل ده. لازم الختام يكون النادي الاهلي واقف على منصات التتويج العالميه بين النجوم العالميين. هي دي مكانه النادي الاهلي الطبيعيه. نعم. واتمنى انا بقى شخصيا يعني كواحد من جمهور النادي الاهلي بقى احنا النهارده بنحصل على لقب الاكثر تتويجا، طبعا لقب النادي الافريقي نادي القرن في افريقيا خدناه سنه 2000، لكن اللقب المهم جدا برضو ممكن نستغله كمان تسويقيا خلال الفتره الجايه الاكثر تتويجا في الشرق الاوسط، زي ما خدنا قبل كده الاكثر تتويجا في العالم، ممكن نستغل هذا اللقب ويحقق كمان ارباح، و ده طبعا بيفهم فيه جماعه التسويق في النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنشكرك وتيجوا بالسلامه ان شاء الله، وتحياتنا لكابتن محمود الخطيب يا كابتن اسامه. كابتن اسامه حسني شكرا جزيلا ليك من دبي.